قراءة كتاب ثلاث مرات أفضل من قراءة ثلاثة كتب. نصيحة قديمة قد تصلح لكتاب التغذية والعقل من تأليف الشاب السوري أحمد الحسين الذي يخبرنا عن مضمون صفحاته. فكرة الكتاب من عنوان الكتاب واضح أنه بيحكي عن الارتباط الوثيق ما بين الغذاء أو النظام الغذائي اللي منتبعه بشكل يومي وعلى مدى سنوات طويلة وما بين عقولنا أو أدمغتنا وصحتها وصحة خلاياها، وكيف ممكن هذا النوع من الغذاء أو ذاك أنه بيأثر بشكل سلبي أو إيجابي على خلايا الدماغ، فيا أما بيزيد حيوية خلايا الدماغ ونشاطها وبالتالي بيخلينا نصير أكثر ذكاء وفطنة، وهذا معناه أنه نحن حافظنا على عقولنا من الشيخوخة والهرم لأطول فترة ممكنة، أو من ناحية تانية أنه بيأثر بشكل سلبي على الخلايا العصبية الدماغية فبيسبب هرمها وتدهورها، وهذا بيؤدي إلى انخفاض قدراتنا العقلية والإدراكية، ورح نصل على الأغلب في نهاية المطاف للإصابة بمرض الخرف أو الزهايمر. 8 شهور هو الوقت الذي استغرقه في الكتابة. العربية الفصحى هي اللغة المتضمنة بصفحاته. التصفح الإلكتروني هو الطريقة لقراءة كتابه الصادر عن دار النشر الأمريكية لولو، وهدفه بالدرجة الأولى هو الهدف من كتابة هالكتاب هو أنه أعمل توعي عند القارئ العربي بشكل خاص ليزيد اهتمامه بنوعية الأغذية اللي بيتناولها أو الأنظمة الغذائية اللي بيتبعها بشكل يومي، ومدى تأثير هالأغذية على صحة خلايا دماغه وقدراته العقلية والإدراكية، وكيف هالشي ممكن يأثر سواء سلبا أو إيجابا على مستويات الذكاء والذاكرة عنده. فمشان نقدر نتجنب الإصابة بالأمراض العقلية في المستقبل مثل مرض الزهايمر أو الخرف لا سمح الله، لابد من أنه نرفع مستويات التوعي والتثقيف الغذائي مشان يصير الإنسان هو طبيب نفسه. بالإضافة إلى أن هناك تطور كبير عم يحصل حاليا في الأسواق وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، فكل يوم نشوف منتجات جديدة لم تكن موجودة من قبل على رفوف المحال. مشان هيك لازم ندرس ونتعمق أكثر وأكثر في مجال علوم الغذاء عشان نواكب التطورات اللي عم تحصل في الأسواق ونعرف هالمنتجات والأغذية اللي عم نتناولها من شو عم تتكون. ابن سراقب سوريا قدم إلى السويد ليكمل دراساته العليا ضمن رحلته العلمية في بلدان عدة. أنا حاصل على درجة الماجستير بدرجة ممتاز من قسم علوم التغذية في جامعة حلب، تخرجت سنة 2012. بعد التخرج انتقلت إلى سلطنة عمان وتحديداً إلى مدينة مسقط وعملت كأخصائي تغذي لمدة سنة كاملة. بال2013 سافرت على السويد، بال2015 دخلت جامعة لوند وبدأت دراسة الماجستير في قسم تقانات التغذية وتغذية الإنسان Food Technology and Nutrition. في عام 2017 استطعت التخرج من جامعة لوند وحصلت على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً. بال2018 بدأت دراسة الدكتوراه في جامعة فوجيا في إيطاليا وبالتعاون مع جامعة لوند في السويد. مجال الدكتوراه حول الـ Personalized Nutrition أو التغذية الشخصية. في نهاية 2018 نشرت أول بحث علمي إلي باللغة الإنجليزية في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition. في 2019 وتحديداً في 12 شباط قمت بنشر أول كتاب إلي باللغة العربية. موضوع الكتاب هو التغذية والعقل. لأن الإنسان هو مرآة لما يأكل، وجه السوري أحمد نصائح لحياة صحية لكل شخص ساع للحفاظ على صحة عقله وجسده. في النهاية بحب أقول لكل الناس أن عقولنا هي أهم ما نملك، فلازم نحافظ عليها. لازم نعرف أنه بمجرد حدوث تدهور للخلايا العصبية الدماغية فهالتدهور رح يضل معنا طول عمرنا، وأنه ما في أي دواء ممكن يرجع هالخلايا أو يعالجها. لذلك لازم نعتمد مبدأ الوقاية منذ البداية. لازم نعرف ما هي الأغذية اللي بتأثر سواء إيجابا أو سلبا على أدمغتنا وخلايانا العصبية. لازم نعرف أنه بعض العادات الغذائية اللي بتسبب ارتفاع السكر في الدم بشكل متكرر هي من أخطر العادات، وبالتالي لازم نبتعد عن السكريات المكررة وخصوصا السكر الأبيض لأنها بترفع الأنسولين بشكل متكرر في الدم، ونرجع للزيوت الصحية كزيت الزيتون.
أيضا لازم نكتر من تناول الأسماك وزيوت الأسماك الغنية بالأوميجا 3 والأوميجا 6، لأنها مفيدة جدا للخلايا العصبية الدماغية وخاصة أغشية الخلايا العصبية الدماغية. لازم نكتر من تناول الخضار والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وخصوصا البلوبيري. لازم أيضا نعيش حياتنا بشكل صحيح، نبتعد عن الضغوط والقلق وننام ساعات كافية. لازم نمارس الرياضة ونتواصل مع الطبيعة بشكل مستمر. لم يتوقف الشبان السوريون عن الإبداع، بل دفعتهم الصعوبات لإثبات الذات عبر مشوار طويل يبدأ بالتفاعل مع المحيط ولا ينتهي إلا بتقديم الكثير من الإنجازات في دول اللجوء. لراديو روزانا، تالي مصطفى، مالمو، السويد.